شكرا للزميل خالد ياسين، والشكر كذلك في كل مكان متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الأسباني للدرجة الأولى في هذا الموسم، موسم 2017-2018، ولقاء يجمعنا في إطار هذه الجولة 37 نادي لبانت الفريق الشتوية. هذا الكولومبي اللاعب اللي يتواجد في التشكيلة رفقة المدافع الآخر بصورة مثالية، والتسديدة المميزة هنا أتت لكنها اعتلت العارضة وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ناسيميدو البرتغالي والعرضية عالية هنا سوفالفيردي، وكما ذكرت رأى بأنه من الواجب أن يريح الأرجنتين. شعر الحب الصادقة بالنسبة للجماهير إلى كوتينيو، تلاقى فرصة الأول كوتينيو بكرة ممتازة وعلى مستوى بطولة الدوري في هذا الموسم، بينما هنا كوتينيو سقط في الكرة الماضية ويتحصل على خطأ في هذه اللحظات، لكن سواريز على تنفيذ من أجل الهدف الخامس والعشرين. هنا تسديدة الصدر من ناسيميدو، انطلاقة الآن تأتي من الطرف الأيمن، بحث عن زميل هنا أمام نادي ليغانيس والتي فاز فيها نادي ليفانتي بثلاثة أهداف في الدوري لنادي برشلونة المحلي. فرصة ما زالت قائمة، ممتازة، جول جول إيمانويل بواتينغ يسجل أول أهداف نادي ليفانتي في هذه اللحظات. نعم، هنا المباراة الوداعية في ملعب سودات فالنسيا، محاولة ما زالت قائمة، كرة ترسل عالية لكن في الأخير الكرة طالت، وطبعا بعض الأسماء الجديدة وبعض البدلاء، بينما فرصة الثاني الثاني كان قريبا، ولكن القائم الأيمن هو الذي تعاضد مع حارس. التمريرة إلى ألبا من الطرف الأيسر البارسا من أجل التعديل، كرة داخل أرضية الملعب جديد، بينما هنا الرواق الأيسر محاولة مستمرة، عرضية الآن تأتي ليعطي كذلك الكثير من الجرأة والجراء أول في هذا اللقاء، بينما الخطأ والركلة الحرة المباشرة ترسل كرة عالية ومن ثم تسديدة في أربع مباريات، بينما عرضية ترسل عالية الكرة طالت بطولة الدوري وكذلك في بطولة الكاس، كرة تصل 2007 وصولا حتى عام 2014، بعد ذلك إلى ديمبلي، عثمان ديمبلي والتمريرة، لكن هنا التغطية دي هنا ثمال ستنفذ الركلة الركنية إلى ديمبلي، ديمبلي والمحاولة والتسديدة، ولكن اصطدمت في المدافع وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. إلى حولت إلى الركلة الركنية التي تنفذ من ديمبلي يمين سيميدو، انطلاقة البرتغالي سيميدو يحاول يسقط هنا سيميدو ويطالب بركلة جزاء، لكن الحكم أشار بأن الكرة إلى ركلة مرمى وليس إلى ركلة جزاء مثلما كان يطالب نيلسون سيميدو. يبدو أنه لن يكون قادرا على إكمال هذا اللقاء. ثرما إلى ألبا، ألبا في الطرف الأيسر، عرضية أرضية على تنفيذ وكرة ترسل عالية، بعد ذلك التصدي من أوير، أن مرور تقدم من الرواق الأيمن ومن ثم العرض، محاولة ما زالت بوتو بواتينغ، استطاع أن ينزل واستطاع أن يتوغل واستطاع أن يدخل واستطاع أن يسجل ثاني الأهداف. هذا اللاعب اللي يسجل الهدف الثاني لنادي ليفانتي في هذه اللحظات. هنا يريمينا كان يطالب في التغطية الدفاعية، جيرارد بيكي من أمام بواتينغ الجانب الأيمن، محاولة عرضية ترسل عالية لكنها سهلة، برشلونة وصول إلى كوتينيو، كوتينيو كوتينيو، الله 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 على كوتينيو وعلى تسديداته وعلى كرات البرازيل التي لا تصد ولا ترد بالطريق. راكيتيتش راكيتيتش والعرض.